معنا من الصيدة في لبنان السيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، مرحبا بك معنا. مساء الخير. مساء الخير. هجوم بهذا الحجم ألا يعد اختراقا كبيرا للأمن في إيران، لا سيما أن المنشأة شديدة التحصين وتعد من المواقع شديدة الحساسية؟ من الواضح أن الإجراءات الأمنية في إيران هي ضعيفة جدا. ليست المرة الأولى التي يتم استهداف مركز ناتانز للإنتاج النووي الإيراني. أيضا هناك محطات كهربائية سبق أن استهدفت، وكذلك مقتل كبير الخبراء الإيرانيين النوويين كان أيضا خرقا كبيرا. وأيضا قبل سنوات أعلنت إسرائيل عن سرقة كافة المستندات وهي بالأطنان أيضا التي الملفات التي تتحدث عن المشروع النووي الإيراني. إذن هناك خرق أمني كبير داخل المنظومة الإيرانية، وإسرائيل وغير إسرائيل يستطيع التسلل إلى داخل هذه المنظومة والحصول على المستندات والمعلومات والقيام بعمليات تخريب واسعة النطاق. ما جرى بالأمس في مركز ناتانز للأبحاث النووية الإيرانية يدل على أن الضغوطات الاقتصادية الأمريكية والعقوبات قد أتت أكلها في إيران، وأن هذا يسمح للأجهزة المخابراتية بالتسلل إلى داخل الأجهزة الإدارية الموجودة في هذه المراكز، خاصة وأن إيران أعلنت أنها قد حددت من الذي الشخص الذي قام بالتخريب، مما يعني أنه جزء من منظومة الموظفين أو العاملين داخل هذه المؤسسات، وهذا مما لا شك فيه يترك آثارا سلبيا على المشروع النووي الإيراني، ويعطي معلومات كاملة لخارج إيران عما تخطط له إيران من مشروعها النووي. هذا ما يؤكد المخاوف التي تعبر عنها إسرائيل والولايات المتحدة ودول الخليج العربي من أن هناك مشروعا إيرانيا نوويا يهدف إلى إنتاج قنبلة نووية أو سلاح نووي، وبالتالي يجب وقف هذا التطور التقني الإيراني في الميدان النووي. وهذه نقطة مهمة في الحقيقة أستاذ حسان. والسؤال إلى أي مدى سينعكس هذا الهجوم على البرنامج النووي الإيراني، لسيما أن هناك أخبار مفادها أن الهجوم سيؤخر طهران لمدة 9 أشهر عن إنجاز مهام أجهزة الطرد المركزي الجديدة؟ إيران تحاول التقليل من أهمية ما جرى بالقول أنها سوف تعاود على الإنتاج بعد فترة قصيرة، وأن عملية الإصلاح قد تمت، وأن هناك مفاعل إضافي للكهرباء تم استخدامه. ولكن ما يهمنا هنا هو أن هذه العمليات تأتي في سياق متواصل من استهداف البواخر أو السفن الإيرانية في البحر الأحمر أو في منطقة البحر المتوسط، استهداف السفن الإسرائيلية أيضا، هناك استهداف ومعارك بحرية محدودة في البحر، وهناك أيضا عمليات أخرى لم يعلن عنها حتى الآن، لكن كل هذا يؤشر إلى محاولة استدراج لتوسيع نطاق الصراع بحيث يخرج عن السيطرة ويتحول من عمليات تخريبية إلى مواجهة مفتوحة. وإيران تحاول عدم الوقوع في هذا الفخ وتجنب الرد المباشر من خلال الإعلان، لكنها تخسر كثيرا سيد حسان في الوقت المناسب. إيران تخسر كثيرا منذ وقت طويل وهي صامتة وتقول أنها سترد في الوقت والزمان المناسبين والمكان المناسبين، ولكنها لا ترد حتى وصلت المرحلة من التعدي الصهيوني على إيران أن ضربت لها المفاعل بهذه الطريقة. حجم الردود الإيرانية التي شاهدناها حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الرد الحقيقي والفعلي على ما أصابها من تخريب أو من أضرار ومن خسائر حقيقية في مشروعها النووي. فاستهداف باخرة شحن إسرائيلية في البحر العرب لا يرقى إلى مستوى رد موضوعي يناسب حجم الأضرار التي أصابت إيران في برامجها النووية أو برامج التسليح التي تستهدفها الطائرات الإسرائيلية دائما على الأراضي السورية. لكن هناك شيء لاحظناه في لبنان اليوم، وهو توقيع مرسوم توسيع الحيد البحري اللبناني المحاذي لفلسطين المحتلة أي إسرائيل، مما يعني أن لبنان أصبح ساحة الصراع مفتوحة الآن. وهذا أول رد إيراني على إسرائيل من خلال تصعيد الأزمة السياسية بين لبنان وإسرائيل، خاصة وأن المندوب الأمريكي ديفيد هيل قادم إلى بيروت غدا لإعادة بحث تنشيط الحوار اللبناني الإسرائيلي عبر الأمم المتحدة لرسم الحدود البحرية. فتوسيع لبنان لحدوده البحرية اليوم بالذات
قبل وصول المندوب الأمريكي، يعني أن هناك ضغوطا على إسرائيل على الحدود الشمالية. نعم. مع لبنان، مما يعني أن الملفات متشابكة، ولكن ليس على ما في ساحتها وإنما من خلال ساحتها. الملفات متشابكة كما نلاحظ في العالم العربي تماما. لكن أريد أن أعرف إلى أي مدى أو كيف سيجد الهجوم صداه في فيينا، حيث مفاوضات البرنامج النووي الإيراني بين طهران والمجتمع الدولي. إيران سوف تواصل المشاركة في المفاوضات، لأنها لا خيار لديها إلا المشاركة في المفاوضات ومحاولة إحياء الاتفاق النووي القديم الذي تم توقيعه عام 2015. هي تحاول تسجيل نقاط من خلال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، ولكن الموقف الإسرائيلي الصارم والذي عبر عنه نتنياهو اليوم بوجود وزير الدفاع الأمريكي في إسرائيل أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق لا يضمن عدم إنتاج إيران للسلاح النووي، وأن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير قدراتها النووية. هذا الموقف الإسرائيلي يؤكد أن هناك مواجهة قادمة في المنطقة، وأن الصراع قد يتطور من مناوشات محدودة إلى صراع مفتوح. وإيران تدرك أن أي صراع عسكري مفتوح مع إسرائيل سوف، حتى لو كانت إسرائيل هي المتسبب به أو هي التي تقف خلفه، إلا أن المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة لن تقف إلا إلى جانب إسرائيل، وسوف تتجاهل أن إسرائيل كانت هي البادئة أو المتسببة بهذا الصراع. لذلك إيران تحاول قدر الإمكان عدم الرد المباشر واستخدام أدواتها في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن، في أي مكان، للرد على إسرائيل أو على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، لتقول أنها قادرة على زعزعة الاستقرار، ولكن في الواقع هي ليست قادرة على فتح مواجهة شاملة وواسعة النطاق مع دول المجتمع الدولي. في الحقيقة أريد أن أتعرف على رأيك سيد حسان في الموقف الأمريكي من هذا الحادث، يعني الذي نفت أمريكا علاقتها تماما بهذا الهجوم، بل قالت أنها يعني تتمنى أن تستمر المفاوضات في فيينا وألا يؤثر ما جرى على تلك المفاوضات. نعم، بعض التسريبات الصحفية قالت أن هذا الهجوم هو منسق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. حتى إسرائيل نفسها لم تعلن مباشرة عن دورها، قالت أنها سوف تحقق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أنه سوف يطالب بالتحقيق في التسريب الإعلامي الذي صدر عن بعض الصحف الإسرائيلية. وبالتالي الولايات المتحدة أيضا نفت علاقتها كليا من باب الحفاظ على أن المفاوضات في فيينا يجب أن تستمر مهما كانت الأسباب. ولكن إيران في الواقع تشعر أنها تحت الضغط، والموقف اليوم الأوروبي من العقوبات التي أصدرتها أوروبا، وهذه العقوبات يعني تعطي إشارة غير عادية، خاصة وأن أوروبا كانت دائما تطالب الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات أو بعدم فرض عقوبات على إيران تسهيلا للمفاوضات معها. اليوم أوروبا تتناغم مع الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن، وتحاول الضغط على إيران أيضا إلى جانب الولايات المتحدة، لدرجة أن ظريف قال وزير خارجية إيران أن إدارة بايدن لا تختلف عن إدارة ترامب في فرض العقوبات. نعم. أو في التشدد في فرض العقوبات. وبالتالي نعم. المفاوضات سوف تستمر. نعم. تحت الضغط وليس دون ضغط. شكرا لك الأستاذ حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات من لبنان.